وللحديث اكثر حول المستجدات الميدانيه العسكريه انضم الينا عبر الهاتف القائد الميداني طاهر بن غربيه. ورحب بك بدايه سيد طاهر. سيد طاهر، بالامس تم القبض على سفينه قادمه من ليبيريا تحمل وقودا الى حفتر، ماذا عن التفاصيل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم على كل من يسمع ويشاهد الى قناه رافع. ممكن تعاود السؤال معلش؟ سالتك عن السفينه القادمه من ليبيريا التي تحمل وقود الى حفتر، ماذا عن التفاصيل؟ والله بالنسبه لهذه السفينه، طبعا المده الماضيه ايضا اخذت هذه السفينه التي تحمل وقود والتي تم القبض عليها من غفر السواحل بالجيش الليبي، ايضا كانت هناك منذ فترة ربما الإعلام لم يأخذ حيثيات هذه السفينة التي أيضا كانت تحمل شحنات من الذخائر تم القبض عليها من قبل غفر السواحل. بالنسبة والله لباقي التفاصيل بالكامل، تم القبض عليها وتم اقتيادها لأحد المواني الليبية، ولكن باقي التفاصيل لهذه اللحظة لا نعلم. ولكن الوضع الميداني بالكامل اليوم، نعم، في مدينة طرابلس عند ساعات الفجر الأولى اليوم تم استهداف فندق الششارة. هذا الفندق ربما ترجح هذا الاستهداف من كتيبة طارق زياد، ربما هناك مناوشات حدثت ما بين الكنيات وما بين كتيبة طارق زياد التي اليوم عند الصباح اليوم استهدفت هذا الفندق باستهداف مباشر عدد من القتلى والجرحى في هذا الفندق بأعداد كبيرة جدا. وعند هذه اللحظة لم تصلنا المعلومات عن عدد الجرحى والقتلى. ربما هناك بعض تصفيات الحساب بدأت بين هذه الشرادم من الميليشيات، ودائما العمل الميليشياوي دائما العمل على التصفية وعلى أخذ التار. طيب ماذا عن المحاور بجنوب العاصمة؟ نعم، باقي الاوضاع الميدانيه ايضا اليوم في طرابلس، مدفعيه البركان حاولت ان تستهدف بعض التجمعات، منها التجمع بقرب من سوق لحد، وكانت الاصابات مباشره. الامور تعتبر هادئه نوعا ما، وهناك تحركات مريبه باتجاه منطقه عين زاره. ايضا بعض التحشيدات يحاول هذا المجرم أن يحشد في بعض الأماكن، ولكن مجمل الكلام نقول أن الأمور طيبة بالكامل بإذن الله تعالى. أشكرك يا طاهر بن غربية القائد الميداني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.